تنويه، برنامجنا كوميدي سياسي اجتماعي ساخر، دورنا بالمكتب على قلم أحمر ملقينا، لذلك كل الخطوط بالبرنامج زرقة وما عندنا خط أحمر. ما نقصد نسيئلك أو لعائلتك أو لتاريخك أو لمحافظتك أو لعرقك أو لطائفتك، وإذا حسيت بهذا الشيء المحكمة موجودة، بس بروح أهلك لا تروح. تعال نحلها على الخاص بالفيسبوك. نعمل وفقا للمادة 38 بالدستور اللي أنا ما قاريها بس المحامين قالوا لي عليها، وشكرا. والله العظيم اموت عليك، اثبت لك اضرب شقلم بهسا من الدرج حتى صدقين. لكانت كم حقيقه بحياتي، انتي وفشافيشه بعدي، ذيك دسمه وانتي دايت، ذيك توديني لمدينه الطيب وانتي توديني للمال. لك اموت عليك، ترقمين عيوني انتي والله العظيم. اي صحيح، انا اتفق وياك، مرات اختلف عليك. لك حبيبي ساكن بعماره بالطابق السادس والمصعد عطلان، من ننزل 6 طوابق بالصيف مريم فارس تنقلب عند قرد. يا حبيبتي شو محضر لك بالطلعه؟ بعض نو بتسال لك حبيبي اشتري سبري يشلع، بحيث تعرفين شنو يعني يسواك ويسوى عشيرتك وانت تخيلي. لك لو تدرين ايش قد ضحيت على مودك، قال له 3 ايام لازم ما تسبح، يلا تخليه. أنا ظليت بقلق أسبوع كامل ما سبحت، قلت كش يصير وهاي الدنيا يا حبيبي. تخيلي اليوم أبويا الصبح قال لي حبيبي ابني ترى الصابونة ظل بالها عليك. أخويا الكبير قال لي حبيبي ترى الليفة مالتك تجيب خوذ سعر، خلي نبيعها ما طول بعدها بترابه. بس أطلب منك طلب واحد حبيبتي، إذا جايبت لي هدية فجيبيني شي رخيص لأن أنا رخيص، أما إذا جايبت لي شي غالي فمستعد أدز لي الصورة أمي بلا حجاب وبخدمتك. جاني لك ترقمين عيوني، 5 دقائق انا يمك باي. يا ربي انا ادرب روحي طايح حظ وتافه والعب النفس، بس وفقني بهاي الروحه يا ربي. نسمع علينا الهوى في مطرح الوادي، في مطرح عاودين شق الصاير، يعني اكلكم علي؟ اسكت ولا تحكي كلمه، بس جاوبني هاي كلكم علي. ليش تسال؟ انا على ابو الوقت هسه ما اتمنى بشي واحد. شنو ارجع طفل واصيح يمه اللي يحكي لي يا وجه مسوي والله العظيم مسوي شيء. اوقف ولا تسوي شيء، خلى فمك. طلع الفضل جديد. لك بابا خلى فمك. احنا قوات امنيه لقينا جثه قدام عمارتكم ونريد نفتش. ترقم عيوني بخدمتك انا، بس قدام عمارتنا شو اسوي له يعني؟ اعز مع الغداء اسوي له طريق، بس فهمني. اسكت وفهمني انت شنو علاقتك بالجثه؟ والله العظيم ما اعرفه. اتعرف عليها. سيدي نعطيني يومين 3 اصير بيناتنا زادوا ملح طبه طلعه، وراها اعرض لك النتيجه. انت حشاش. لك بابا انت مو مال احترام، هسه راح اشيلك واذبك بالسجن على مود تتعرف على الجثه زين. ليه سيدي؟ بس قول لي شنو تهمت؟ لقيت جثه بالشارع ومطيتها مجال، يعني اي جثه بالشارع لازم اتعرف عليها، المفروض يسجلوني طب العدلي باسمي والله العظيم. ارفع ايدك. قول لي انت قبل ساعه ونص وين كنت؟ شنو دخل سبراي شعري؟ قبل ساعه وين كنت؟ شنو دخل سبراي شعري؟ قبل نص ساعه وين كنت؟ سيدي بس اعطيني مجال اتذكر مثل بس اعطيني مجال. لك قبل نص ساعه وين كنت تحكي؟ سيدي كنت داخل سبره شعري. لك شنو انت ما غير سبره بحياتك؟ لا سيدي يعني انا قبل 3 ساعات شنو طالع. ها لزمنا راس الخيط. وين كنت؟ شنو طالع ويا صديقي خلدون. ارفع ايدك واحكي. سيدي شنو طالع ويا صديقي خلدون؟ شو تسوي يا خلدون؟ سيدي هذا صديقي صديق اموت عليه والله العظيم. شو بتسوون؟ وين كنتوا؟ سيدي ما هو ذاك رحنا نشتري سبره من المنطقه براس الشارع.
لك انت مواد بروح سهل ابوك خليه احكي وياه. اترقم عيوني سيدي بسويه راح اسوي الكهرباء. ليش الكهرباء عندكم عطانة؟ اي سيدي عطلانة وبيه راح اسويها. ليش تسوون الكهرباء؟ سيدي مو احنا عندنا كارثة بالبيت سيدي. شنو هي الكارثة احكي لي؟ سيدي نريد الكهرباء تشتغل حتى اشغل الشسوار حتى اخلي سبريه شعري. ابوك راح يجيب الكهرباء حتى اسوي الشسوار. وامك راح تجيبه بالماي حتى تغسل شعرك وتحط له سبريه، واخوك راح يجيب لك فرشه حتى تبشر شعرك وتخلي سبريه، لك شنو السبريه هذا غير كثر انت بكتل؟ سيدي لا لا ترى انت كبرت الموضوع، يعني انا عادي اقدر اطلع بدون سبريه، يعني قابل راح اموت. عوف الموضوع وفهمني. اترقم عيوني سيدي. اكو واحد مقتول قبل بالمنطقه؟ لا سيدي هاي اول مره واحد ينقتل بالمنطقه. لك انت ليش ما تتشب؟ لك ليش تحكي بشيء انت ما تفتهم به؟ لك ذاكر اسمع كنت خمسة هنا. اي سيدي خمسة وستة وسبعة بس واحد ماكو سيدي هاي اول مرة. اكو اثنين عندك بالعمارة. نعم سيدي. عدنان دقلة وسلمة شرباية. نعم سيدي. اثنين هم مشتبه بيهم. نعم سيدي. انت بيمن تشك؟ نعم شلون سيدي؟ انت بيمن تشك؟ سيدي سلمة شرباية مستحيل يسوها خويي صديقي ضلعي اموت عليه. يعني انت تثق بي؟ سيدي اطي حظه ولا اثق بي وباب البيت ما انطببه وشلاق ارجع بس اشوفه والله العظيم. بعد ليش تشك بعدنان؟ سيدي عدنان تصرفاته غريبة سيدي بالمنطقة تصرفاته غريبة. لزنا راس الخيل. اترقم عيوني سيدي. احكي لي شنو تصرفات الغريبه؟ سيدي عادي اشيلك اياها بوقت لاحق يعني وكون على انفراد انا وياك. نختار المطعم همينا اللي نحكي به. لك احكي. سيدي تصرفاته ما تعجبني. شلون احكي؟ جاني عرقان وخايف ويتلفت يعني. لزنا راس الخيل. قال لي هاي شنو لك؟ قلت له شكو شبيك شنو؟ قال لي هاي شنو؟ قلت له شكو؟ قال لي السبراي مالتك يلعب النفس روح اشتري غير واحد. جيبوه. انا سيدي؟ لا السبراي مالتك. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. كالعادة أسبوع ساخن بهواي ملفات، لكن أهم ملف كان هو عودة المختطفين القطريين والصيادين. بهذه التجربة الصعبة تعلموا شيء مهم، إذا تريد تصيد طير زين تحتاج سنتين. الله، مرض الطشة دمر حياتنا، والطشة صارت أنواع وأنواعها كثرت. يعني واحد يحب حتى يطش، واحد يصور بالمقبرة حتى يطش، بس الطشة الغريبة اللي انتشرت هذه الأيام لأن واحد يضرب جهالة حتى يطش، وأنا ما أعتب عليه. البرامج المهمة مثل اليوتيوب والفيسبوك والواتساب بدأت تدور طشة. إحنا كنا نعرف كل برنامج إلى وظيفة، يعني إذا تريد تنزل خبر قصير فتنزل على تويتر، إذا تريد تطلع مغثتك أو تغث واحد فتنشر بالفيسبوك، إذا تريد تنزل صورة تنشر بالإنستغرام. بس مال اليوتيوب يصير بيه خاص ليش؟ مو أنت الكبير؟ مو أنت عليك الاعتماد؟ أنت هم قمت تدور طشة؟ مو أنت اللي تطشش العالم؟ احنا شلون طشينا لو ما انت بعد سوي ستوري نزل صور. واهم شيء اللي ضربوا الاطفال هسه حاليا بالسجن. نروح لاهم حدث سياسي ويانا وهو استجواب مفوضيه الانتخابات. كالعاده الناس شافوا الاستجواب بطريقه واحنا شفناه بطريقه ثانيه. شفتوا شلون لخصنا الجلسه كلها بعشر ثواني؟ هذه طريقه برنامج المونتاج تسرع الماده ويعني ما بها اي فضل يعني. لكن اهم لقطه كانت بالجلسه هي هذه. مجلس النواب فارغ. لا يعني مو فارغ بالمصطلح اللي واحد يقول الصديقه، لا يعني فارغ ما بنواب، نواب طالعين باقي بس 30 واحد. وهي هذه الدروس والعبر اللي دائما نتعلمها من البرلمان. شلون فرغ البرلمان؟ إذا اعتبرنا هذا البرلمان صف، الصف شلون يفرغ؟ يفرغ بحالة من اثنين، يا إما بالغياب أو الفلتة. الغياب ليش يصير؟ لو الأستاذ هيته، لو الست مكروهة، لو درس فنية. وطرق الفلتة واضحة، لو تقعد عاقل حتى الست تطلعك أو تروح للحمام. زين، السؤال الأول، الأستاذ هيته؟ أرجع مكانك. وإذا بسبب الست المكروهة يصير الغياب، فلازم البرلمان العراقي يعزل من زمان. واكيد الدرس مو فنيه، الدرس درس المفوضيه اللي تقعد الناس بالبرلمان اصلا. نرجع للطريقه الثانيه اللي هي طرق الفلته. ممكن البرلمانيين يقعدون عقال حتى يطلعوهم؟ زين معقوله كلهم راحوا للحمام؟ مفتوح الماي 24 ساعه فمتفايض التواليتات، خلص الماي ماكو ماي هنا بمجلس النواب، من تطلع تريد تغسل ماكو ماي. طبعا لعدد البرلمانيين 200 وكسر اللي غابوا عن الجلسه، احب اقول لكم كانت جلسه عظيمه وبها تفاصيل هوايه. يقول لك اكو هنود واتراك وسوريين انتخبوا بالانتخابات اللي فاتت. شكد عدد الحضور
بصراحه ما اعرف. وين انتم ذبحني الشوق؟ للاسف مثل هيك استجواب تتركب عليه الدوله العراقيه والحكومه والمؤسسات والكذا ما حد حاضر. وين الملايين؟ والله بصراحه ما اعرف. وين انتم ذبحني الشوق؟ عليكم تسال عيوني. قسم بالله اعرف قصص لو يعرفوها العراقيين اللي يفوتوا على المنطقة الخضراء ويشعلوها شعل. وين 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 اللي قالوا ما يخلوني؟ كان المفروض الأفضل أنه يحضرون يسمعون، حتى من يريد يصوت يصوت عن قناعة لأنه مأدي قسم. وين الملايين؟ إذا أكو واحد جوعان بالشارع، وإذا أكو طفل ينام بلي أكل، وإذا أكو عراقي يموت بلي دواء، السبب هي الطبقة السياسية المتواجدة في المنطقة الخضراء. الله. لكن برلماننا يبقى برلمان المعجزات. راح تسألوني شلون؟ احنا البرلمان الوحيد بالعالم اللي بي 30 واحد كان حاضر لكن 119 واحد صوتوا على عدم القناعة بأجوبة مفوضية. بس أريد أسأل 89 اللي غابوا، شلون ما اقتنعتوا بالموضوع؟ منين جبتوا عدم القناعة؟ من الكافترية مال البرلمان؟ المشكلة يا أخوان القناعة مو بإقناعهم إن هم ما مقتنعين، بس لازم هم يقنعون ليش ما اقتنعوا بالقناعات اللي اقتنعوا بها باقي المقتنعين. تدرون هذه الجملة التاريخية بحياة الشعب العراقي وبحياة البرلمان العراقي إذا عدتها 3 مرات راح ينطوني كرتة بالعشرة. أبو فرهود أنا مسوي لي عمل. وأنت من هذا النوع؟ أقول جايبني للزوراء بيب وحصان لك عمل، هذا شو كتير عرض برمضان؟ الله يخليك لا تشهق أبو فرهود، أقول لك عاقديني مسوي لي عمل وقافلي بست أقفال وذا بيب المكبرة. أنت مشتغليك ست أقفال ضاربيك ليش يا بنت محل ما صياغة؟ لك بابا حكي لي أنت شنو عندك من الأخير، حكي لي سولف لي. أنا قضيت عمري أحب من طرف واحد. يعني زنجين مال بنطرون يصعد ما ينزل. بس هسه الحمد لله والشكر وضعي كله راح يتغير، من عرفون على هذا الرجال أبو نرجس المعدنوسي. لك بابا هذا راح يسوي لك عمل معون ما تبولة. لك بابا حكي لي من الأخير هذا شقد راح يقطك. والله ورا ما جبت له واسطات ايه؟ وهواي ناس وجيبوا. لك بابا اختصر اطلع لي بالنظيف. يعني هو الرجال هم ما قصر. ايه 6 ملايين راح تخلص السالفة كلها. ها خيرك أبو فرهود؟ يا معود أبو فرهود وجهك صار أصفر. طبعاً وجهي يصير أصفر راح يقطك بنص دفتر. أنا مسخن يا معود إيش فيك؟ لكاني صارت عندي كآبة، عبالك واحد مكرين سنابة. صدق تحكي؟ بسخن سخن يابة. لك هو بالضغط هو بالضغط. على كيفك على كيفك. لكان أحس مشواري بالقط راح كله بالشط. لا لا على كيفك يا معود. لك جيوبي نملت جيوبي نملت. خلنا فرك لك خلنا فرك لك. وأنا هذا اليوم على الوالدي بس خلي يجي. وين هذا ضرغام؟ جيبونا مو يلا ولدي نام دير بالك. اخرج اخرج لا تعاند. لك ما عنده قرار قاضي شلون يخرج؟ اخرج لك غير يناوش المالات يلا يخرج. اخرج جني واجيب لك وجبه مال كنتاكي. طبعا بفلوس هذا الكم خير. اخرج وانسق لك ويجنيه مال طبيبه من العياده للبيت ومن البيت للعياده. يعني مال الزواج. اخرج من خشمه من اصابع رجله. اخرج من اباطاته. منين ما يعجبك تخرج اخرج. لك هذا الجني دير يطلعه لو دير يحاول يقنعه. هاك وليد طرغام اشرب هذا. وصل له وصل جره شعب للاخير تحمله شعب 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 شعب. هاك الزم هاك روح جيب له معون مال مقبلات مشكل. هاك الزم اي ومر على الطيران جيب له راسين خس وكيلو رمان. ليش هذول المقبلات شو يسوي بيها؟ لك بابا هذا دا يجر العمل ساده خطيه ما يتحمله. عبالي صدق تحكي. ذاك ابو فرهود ذاك شيخنا. انا معلاء حب حياتي. انا معلاء احبها اموت عليها. انا معلاء يعني احلم بيها حتى وانا صاحي. لك خلاص لك ام علاء وذلب عليها عمل ب6 ملايين. لك لو تحبش كناش شو تسوي لها؟ تبيعين هالكله بس اريد ابتعيم. دا تشوف هذا الجدر؟ اي في بالش بيه. شوف شلون فارغ. حتى لا تقولون علينا قفاصه. العمل مالتك راح يجي بهذا الجدر ومشاغلك كلها راح تنحل. ها؟ ولا تخاف ما عملتك خلصانه. اقول لك شو صارت جدوره؟ راح تجيب العمل دليفري. اذا راح تدز دليفري انا مشتهي باكر دزلي رحمه لوالديك. هسه ابو فرهود انشب انت لا تفك حلقك راح اطيح حظك. وجهك اصفر. راح يشتغلني هسه بدا علي يشتغل. انت مكبوس؟ اي بس حاطي لي لوز. بيك تابعه. اعرف له غرفتك بالاصل كانت حمام. امكنك عدل لها لابن الزفره. ما
وحتى رزقك ضعيف. طبعا يقل الرزق اذا نقلوني من القمارق للاتحاديه. خربت الشغله، خربت المصلحه. شيل رجلك، شيل رجلك. جالك رزق بعد 5 شهور احتمال، 5 اسابيع شو يصير؟ 5 ايام واحتمال 5 دقائق. شيخنا هذا جن الراكب الولد يمكن الكابريته مالته وسخه. اطلعه لو مطول من الشارع. شيخنا رحمه الوالدي اكل باكر ما خلصت. خلصت خلصت. وهذا العمل اجاك العمل، لا تخاف على رزقك. هذا عملكم وصل وانتم شفتوا الجدر شلون كان فارغ. ومعلاء راح اسوي لها عمل ثاني اخليها تصير محبس بصبعك. بدول قلبك شيخ، تكبر يدك من الشده براسك هيثول. شيخنا هذا العمل اقدر افتحه؟ لا، هذا الى صاحبه. منو صاحبه؟ هذا العمل مال نمله عايشه بمحل بالشيخ عمر. هسه الموضوع صار منطقي. هاي النمله تسوي سحر وتجف الدبلات. بس اقول لك من رخصتها للنمله اقدر اضربه للعمل جق قبل ما افتحه؟ الله يخليك استاذ، هاي النمله اخذ شغل يد ربع كيلو شكر. باوع لك اليوم اسوي على الشيخ عمر حمله او ما بقي ولا نمله. بعدين تعال خلينا نفتح للعمل نشوف شكو ماكو بي. ايابا هذا الرجال ايش قد يحبك؟ حاط لك باتري مال ريموت بالعمل، خاطر العمل من يبطل الطلعه تعضعضه وترجع يرجع العمل يشتغل. ابو فرهود لا تستهزئ بيهم، ذولا يوقعون. بعدين مو قدامك جاب لنا الجدر فارغ، بعدين لقينا العمل بيه. واول مره اجيته قال لي هاك هذا الدفتر واكتب. كتبت وحركت الورقه راسا عرف ايش كاتب. شيخنا رحمه الوالديك ما تقوم انا وياك ندفع لهذا للجني بلكي يشتغل. والله لو شطل اطلع للجني. انت مكيف استاذ؟ باول هذه الورقه جاب لك اياها بالبدايه ام الدفتر، هذا الغلاف مالتها كربون، ايش تكتب يطلع بالصفحه الاخ. ناوشني العده هاي ناوشني. باوع هذا العمل؟ هذا لازق هنا. مني حطه البخار مال مي مو عصمغ ويوقع العمل ويقول لك العمل انا جبته. وبالنسبه لهذا الجني ابو كابريته وسخه انا هسه راح اطلع لك اياه. سيدي صدق كذب انا اخو عامر شمشه؟ لك ايش سويتوا بالعالم؟ لك تنصبون على الناس، لك تزوجون وتطلقون، تفكون وترطون وكله تقفيص وكلاوات. لك المقبره انملت قفاله واعمال، لك ولا ديك اسود بقى بالسوق. وهاي طلباتكم رجل ضفدع مطلقه وخشم بزون مراهق. لك اليوم انت بقى انا احكي حظ بخت. انت حكيت حكايه صحيحه، قلت اني راح يجيني رزق فد شويه، وانا هسه راح اقطك وبالتوقيف اشمرك. بس انشب لك باوع عليك. اذا الدبه سوت شيره واذا عزلت الجزيره واذا علم دار مات بالحلقه الاخيره هم قطل ابو الخيره. الله. بالاخير طلعت اجابات المفوضيه ما مقنعه. اريد اطلع فاصل، عندنا بس كامرتين، شوفكم بعد الفاصل. ويا تطبيق طلباتي جبنا لك أكبر عدد من مطاعم العراق وجمعناها بتليفونك، راح تشوف أكلات كل مطعم وأسعاره وتطلبها بسهولة وبدون أي أجور إضافية. كل اللي عليك تحمل التطبيق وتحدد مكانك وتطلب الأكل وراح يوصل بأسرع وقت الباب البيت. وطلباتي أنت اختار وإحنا نحتار. الرازي للسمعيات أحدث أجهزة السمع ديجيتال وكل ما يحتاجه فاقد السمع. الوكيل الحصري لشركة يونيترون الكندية في العراق. السعدون مقابل ساحة النصر. هذا الصيف كوكاكولا هي تذكرتك إلى بيروت. اشتري كوكاكولا، شوف جوا الغطاء واستبدل جائزتك لربح رحلة لشخصين وملايين الجوائز من آسيا سيل وكوكاكولا. مكانك لا تحرك. اهبوا احمل الساح تخبوا.
هاي مال من؟ هاي من مضيعها؟ لك انت منو؟ انا ابو فطم، والمفاجأة بنت الكبيرة اسمها فطم. حبيبي ابو فطم، انا بس احب انبهك انه اللي بيدك قنبلة. ابكي طينها قنبلة، اخوان دير بالكم ترى هاي قنبلة. هذا عالم الفيزياء منين طلع عنه؟ لك بابا دا احذرك ابو فطم، دير بالك هاي ممكن تنفجر باي لحظة. اخوان ترى هاي تنفجر باي لحظة. اعطينا العبوة واحصل على حسن العاقبة. اعطينا العبوة وادخل الى الجنة. اعطينا العبوة وانصر التنظيم. ابكي طين على التنظيم حسون. تنظيمين تنظيمين. ابو فطم ما تقول انت ايش طببك هنا؟ حسون طببني. لا يعني اقصد انت منين جيت؟ من باب الجراج. لا تشلع قلب ابو فطم، قبلها منين جيت؟ من باب المول. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعني ركز وياي، من الصبح من الصبح انت وين رحت؟ رحت للمحل. محلك وين؟ بالسوق بالسوق. هذا راح يسوي بيها سكر. ابكي طين على السكر حسون. ابرجيم على السكر. اتخذ القرار الصحيح، امامك الشر والخير، الحق والباطل، الضلال والصواب، فماذا ستختار؟ بس عيد ما سمعت. الخير والشر والحق والباطل والضلال والصواب، فماذا ستختار؟ بس على كيفك وحدة وحدة. الخير والشر، الحق والباطل، الضلال والصواب، فماذا ستختار؟ بس عيد لي الثالثة ما سمعتها. الضلال والصواب. انت شو تقول؟ تراح ولا خبرتني. ابو فطم حبيبي، انا بس اريد اقول لك ترى احنا كل ارواحنا هسه بيدك. ممنون ممنون. لك بدا عم تضحك، هاي اذا انفجرت كنا راح نموت. اخوان هاي اذا انفجرت كنا نموت. لك بابا شنو انت صدم على الصوت؟ حاول تفكك العبو، حاول. من هاي العين لهاي العين، ان شاء الله اليوم اخذها للبيت وباكر العصر تكمل. لك بابا انت قاعد تقرن بنطرون. لك هاي بيها كيلو وين سي فور؟ هاي كيلو نص. لك بابا رقيه خوما رقيه هي. والله كيلو نص. لك بابا عوف الوزن، اكو 3 وايرات. اي هاي خمستين قدامي. ركز ركز بيهن. اركز؟ بعده يسمع ده يسمع. لك خليه قدام عينك. بعيني؟ ما حاطن على راسه. بس قول لي الوان الوايرات اللي عندك شنو؟ سرمدي مقفل. هذا محل هذا؟ قصبي مخنطل. هذا عنده برنامج برمان؟ ازرق. اي ازرق. لا لا مو ازرق. اصفر. لا احمر. لا جوزي. قوس قزح خوما قوس قزح. فجر. فجرها فجرها، خلينا نموت كلنا وخلينا نتفلج الكراج. والناس وين تطبق سياراتها؟ واحنا عاد نموت؟ احنا مهامك، المهم الناس وين تطبق؟ لقيتها لقيتها الواير. ايه؟ قالا بالا برتقالا. قال لي عمي احسب من 1 للـ10، 2 8 3 7. راح اقصل هذا الواير. لا لا يا ستار يا ستار يا ستار يا. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر. الدلنو ما دام هيك خلينا نقصن كل العد. لك لا. اكو هواية الغاز بحياة العراقيين، يعني الشعب ما يدري ليش الحكومة على غفلة صبغوا كهرمانة بنتلايت أخضر، بعدين راحوا صبغوا السعدون بويا ذهبي، ولحد هسه العراقيين دي يتسألون ايش عجب ما صبغوا نصب الحرية سنوس الأصفر مثلا. لكن اكو الغاز اهم، مثل اللغز اللي كان موجود باغنية طلعت بالانتخابات. من ظهر الغيرة والعالم يحجون بخيرة، واللي نحبه وما نحب غيره نحب. هذا الشاي. اي لا، شاي طالع من ظهر القوري مو من ظهر الغيرة. بأخبار العالم مشغولة وبفعاله وبفعاله صفن هالدنيا. بأخبار العالم مشغولة وبفعاله. هذا لو كيم يونغ لو راضي شنيشل. لا كيم يونغ ما طالع من ظهر الغيرة. كيم يونغ آني بلا لحية. اللي هابه كل من شافه، والدنيا احتارت بوصافه،
شايلنا فوق شتافه قدام اهله. منو شايلنا فوق شتافه قدام اهله؟ منو شايلنا؟ هذا حصان بس جايب ابوه مثلا. لا بس الناس ما احتارت. نريده ولا ذاك نريده؟ نريد المن عندنا، المن عندنا نريده. ذب نصهم بالشط، رجع الاثنين مالاتي. بشرف اللي يعرف روحه ما يعرف حلا. بطن بعينه وشارب من مي نهرينه والما يسوي غير الزينه. كل الطماطه ساعد ادور. كل الطماطه ماكو غيره. هي حسبها يعني شارب من مي النهر، اوكي، شايل الوطن يعني بعينه. اذا انت تشيل الطماطه من الوطن بعد ماكو وطن يموت من الجوع. اي بعد بقت شنو والما يسوي غير الزينه. فدي يوم من الايام سويته طماطه قلي وطلعت ما طيبه، خصوصا انه هسه سعره ب 3000 صار. المرحلة ال 14 سنة صارت فيها إنجازات عظيمة. مثل؟ ها كثيرة. إنجازات؟ يا ليتني طماطة. كيلو طماطة ب 2500، من العلوة كيلو طماطة ب 2 إلا ربع. يعني تصورك كيلو طماطة ب 2000 دينار. من اللي يشتري كيلو طماطة ب 2000؟ خاب ياخذ لك كيلو لحم. الطماطة ب 2000، يعني هسه أنا اشتغلت ب 10000 دينار، اشتريت لقونيا وبتيتا وراح أروح، طماطة ما قدرت لها. طماطة. القوة الشرائية الاقتصادية خلينا نشوف. شوف شوف السوق فارغ. لا والله مع السوق هسه راح ارجع للبيت انا. الفقير اللي ما عنده يعني الله يكون بعون الفقير. هسه جينا احنا للسوق نريد نتسوق، هسه راح نرجع للبيت. القوة الشرائية للمواطن، يعني كان المواطن عندنا تلفزيون واحد اسود وابيض. كم تليفون عند حضرتك؟ 3 4. لو عايز تليفون يعيشك الخيال في احلى صوره، تليفون بشريحه واحده وكمان تتفرج على فيديو في واي فاي حرامي نت معتبر، وده غير البلوتوث زائد مصاريف الشحن. كانت المعلمة راتبة 4000، الآن 400000. الحكومة لن تستطيع أن توفر رواتب الموظفين لهذا العام. استقطاعي ما نسبته 4.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين أثارت غضب الشارع العراقي. كل موظف يدفع 10% من راتب استقطاعات تقاعدي ويدفع نسبة ضريبة أيضا قد تصل إلى أكثر من 10% على الراتب الإسمي، وبالنتيجة استقطاع 4.8% من الراتب الكلي. إنما أنجز في 12 سنة أضعاف مضاعفة مما أنجز في 90 سنة على مستوى كل القطاعات. وهذا بالجمارك ما عليه رقابة. السبب السيطرة. الجمارك. الجمركية. الجمارك. على أبو سيطرة. والسيطرة. الجمارك. هذا يخمط وذاك يخمط. من الضحية؟ المواطن. النظام السياسي اللي جبناه بإنجازات كبيرة جدا على مستوى السياسي والأمني والاقتصادي، هذا ما حد ينكرها. هذا البلد العظيم اللي يقول عليه يستورد فجيل. مضروبة بالخلاطة ويا ليتني طماطة ومضروبة بالخلاطة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أغلق. الله يساعدك حبيبي. حبيبي انت. الله بالخير. راح نقعد. اقول لك هذا التفاح الاصفر بيش تبيعه؟ ماكو، هو اكو احمر واكو اخضر، وهذا بيعه مو للذوق حبيبي. زين هذا الفلفل الرايج خستاوي هذا منين جابوهم دول؟ زين هاي الباقي اللي بالدهن مستقبلا ممكن تصير استاذ. هاي الموز شنو رايك؟ هذا يستحي يحكي قدامك، لازم تروح يلا يبدي يحكي. يعني زين انت تاكل انت تحكم بعد يعني. حول ولا قوه الا بيش طماطه الكيلو ب 3000. ايش طلعت هاي؟ ما تقول لي ايش دعوه شنو على راسها جرس النوبت ماله وسخه. هسه تحط له دوق فليك مال حشرات. حطيت له جرندايزر وما فاد والله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام. طبك وجوه طاوه قلب راحتك. ها وينها يا ابو هاي البتيته بيش؟ هذه ب2.5 اخوي. والبيتنجان؟ البيتنجان ب2.25. والبانيه؟ البانيه ب15. ب15؟ اي والله. يعني تبيع لك قونيه بانيه وتسوي هجره لالمانيه. لك كان كامل مفيد المخطاطة الصعدون عليه سعر البيتنجان والطماطة. شلونك سيدي؟ استاذ ممكن تترك السيفة الذاتية مالتك وتخلينا نشتري؟ ترى الموضوع ما يستهضم. قل له قل له استاذ يمكن اسألك سؤال؟ يعني احتمال اذا التقينا في يوم انا وياك بغير مكان اسأل. تقبلها على ابنك تاخذ سراية؟ ابني ايش دخله بالموضوع؟ شوف اقول لك، اذا طالب الكسلان قعد بور رحله، واذا قال الاسئلة سهلة
واذا حنهن قبل ما تخلص المهله انا هم افتهمت منك ولا جمله. يرحم والديك، احنا راح نتحاسب على اللي اكلته لو على اللي راح تشتري. على اكلته شنو حبيبي؟ غير دا اضوقاني شنو هذا؟ ضعك على الذكور والله. اخوان انت ضقت هواي، انا هذا اسعار اللي يريد يشتري مثلا، ما يريد خليه يروح. لك انت شنو الصيح؟ لك شنو قدامك؟ ضابط عداله لو مسواق عزاله؟ لك شنو قدامك هذني؟ اشوار الضابط لو خيار تعروزي؟ انت ليش اجدت تبيع غالي؟ سيدي دا يقطوني والله العظيم دا يقطوني. اذا الموضوع بيقط هذا اختصاصي، تعال هنا يمي تعال. لا 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 لازم انا افتهم شو الموضوع، جيب ايدك بالله. لوك 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 ها وضع كلش متهزم، تعال تعال تعال. جر نفس جر نفس. لا لا اريد اقوى. لا 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 انت موضوعك منتي، لك ايش قد قاعد يقطون بيك بالسيطرات انت؟ سيدي الله يخليك، بالكمرك ده ياخذون من عندنا، كل سيطرة نفوت عليها ده ياخذون من عندنا، والله العظيم والنوب ده ياخرون المسواق والقاضي سقاطين. لا بعد كيفك استلمتنا حاصل فاضل؟ انت اكلت الفاضل كله دروع؟ بقى راح اقول لك شغله، اذا مسلي لعب سله، واذا المسواق عبر من الحله، واذا لغى وحروف العله، هذا راح ياكل المسواق كله، الله! نشوفكم بعد الفاصل. هذني ب 750 750 هلا. هذا الصيف كوكاكولا هي تذكرتك الى بيروت. اشتري كوكاكولا، شوف جوا الغطاء واستبدل جائزتك لربح رحله لشخصين وملايين الجوائز من اسيا سيل وكوكاكولا. ويا تطبيق طلباتي، جبنا لك أكبر عدد من مطاعم العراق وجمعناها بتليفونك، راح تشوف أكلات كل مطعم وأسعاره وتطلبها بسهولة وبدون أي أجور إضافية. كل اللي عليك تحمل التطبيق وتحدد مكانك وتطلب الأكل وراح يوصل بأسرع وقت الباب البيت. ويا طلباتي أنت اختار وإحنا نحتار. مركز جاما كاميرا، مركز لفحص الطب النووي، يشمل كافة فحوص الغدة الدرقية والهيكل العظمي وكذلك فحوص الكلية والقلب والأعضاء الأخرى. العنوان: بغداد شارع السعدون ساحة النصر. ماكو شيء مثل كوكاكولا باردة لما يجي الصيف الحار. هذا الصيف كوكاكولا هي تذكرتك إلى بيروت لتستمتع بجمال الطبيعة وتعيش كل المغامرات. اشتري قوطية كوكاكولا، شوف جوا الغطاء واستبدل جائزتك من المحلات المشاركة لفرصة ربح واحدة من 10 رحلات لشخصين وملايين الجوائز من آسيا سيل ومنتجات كوكاكولا المنعشة. حبيبي اهلا وسهلا بك بعيادتنا، انا اطلب من عندك شيء واحد، انه تكون مسترخي، تعتبرنا اصدقاء، احنا مو بعياده نفسيه، خلينا نسولف براحتنا، تفضفض لي داخلك. لحظه دكتور، لحظه انا ما مستحي من المرض اللي انا بيه. اها، وهو هذا نصف العلاج، ما دام معترف انه انت مريض وما مستحي من المرض راح تتعالج اكيد، بس اريدك تسولف لي عن طبيعه مرضك. دكتور انا حب كتل من الاخير. شلون حب كتل؟ يعني شلون دكتور؟ من افوت للمنطقه والقعركه وواحد ده ينبسط، اتمنى اني يبسطوني، اتمنى اني يضربوني. اهدأ 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 صديقي، اريد اعرف هذا شنو ياثر على حياتك؟ يعني ما بقى عندي ولا صديق. ليش؟ في الطب الخيزرانه. مهمك دكتور، مهمك مهمك. دكتور اصدقاء كلهم عفتهم. عفت كل اصدقائك؟ كلهم. ليش؟ دكتور يحترموني وانا اللي يحترمني اقطع علاقتي بيه. ويا اخي ليش ما تريد احد يحترمك؟ ما اريد واحد يحترمني. الطب الخيزرانه، الطب الخيزرانه، الطب الخيزرانه، الطب الخيزرانه. هينوني، سبوني، ضربوني دكتور، اذوني اذوني، وينهم وينهم؟ اهدأ اهدأ حبيبي اهدأ. هسه احنا اول شيء راح نسويه راح ناخذ حبوب مهدئه حتى نقدر نكمل العلاج مالتنا. اهدأ انتظرني هسه اجيك. طب الخيزرانه. الو مصراع. نعم تفضل. دمشي ليك مصراع فخاتي. هاي جاي تحكي حبيبي الخاطر الله. امشي ذبانه. محتاج شي استاذ؟ وانا احتاج منك انت على اساس شلون رجال؟ استاذ احترم نفسك. ما بيك حظ سلسله تراكي. لك منو ما بي حظ؟ جبان شكو تسال على اساس تسعى احنا هنا؟ هو اكو غيرك هنا ما بي حظ مصراع؟ لا تخليني اتجاوز عليك. جرمنا فارغ مصراع. هلا هلا هلا.
شلون الرجال على اساس سلسله تراجي؟ يلا يلا منا يلا حبيبي يلا. لك راح ابتلي بيك. عجينه حمص، اللي يريد يسوي شيء يسوي، مو بس يحكي، الحكي للفارغين. خلاص صدق يحكي شاقه. خاف مسوي لي مقلب كاميرا خفيه شيء. وصلت فعلا كاميرا خفيه، وانا ياسر سامي وانت ماني علاء. شوفني شغلك، شوفني شوفني. كتر ردتها. ها هي؟ هسه تعود ضربت يعني؟ دعيدها وشوف. اريد رجال يضربني اليوم هنا انا. لك ستر بعد. ادمرك بعرضي ادمرك، روح منا يلا. ها هي؟ روح انت مو زلمه. شنو؟ اي مو زلمه. لك اقول لك مو زلمه. مو زلمه. اي لو زلمه، لو زلمه كان تضرب صديق. لك مو زلمه غير مو زلمه. يابا لك متت من التعب. لك شو اسوي لك حتى اثبت لك انا رجال؟ ايش تثبت؟ صار لك ساعة ضرب 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 ضرب، لا إهانات، لا شققت هدومي، لا غلطيت، لا سبيت، ايش بيك بابا ايش بيك؟ لك تريد اشقق هدومك ادلع. شوفني شوفني بس. لحظة 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 لحظة. ها ايش تسوي بابا ايش تسوي؟ تدخل بشغلنا؟ ايش ما يتجاوز عليك تسكت كل شيء ما تحكي. يسكت لك مصرع. رحم الله والديك. هم مو رجال. أنا كلش متفهم حالتك وساكت لك، احكي براحتك. استاذ دخل ابتلي بيه. لا 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 اوف. شلون جدر وقبق على اساس يبتلون بيه؟ امشي مصرع. رحم الله والديك. هلا عضاج هو بسبوسه مصرع. الله مطولك يا روح، لا حول ولا قوه الا بالله. ما يخالف اسكت لك حبيبي. ذبانه انت والله ذبانه. لك كافي عاد. هسه غير بشوف زلم قدامي يتجاوزون، زلم يضربون، غير مو زلم، اثنيناتكم مو زلم. حاله مرضيه بس بديت تغثني انت ترى. اي مو زلمه وما ينغث، بس الزلمه اريدك تنغث. تريدنا نغث؟ شوفني شوفني. تريد كتل انت مو؟ شوفنا المغثه مالتك. كتل زين مو؟ شوفنا اريد زلمه. انا اريد زلمه. اريد زلمه. مو زلمه. اي غير مو زلمه. غير مو زلمه. تعال تعال. يابا صدق الكشفيه ذبيتها هنا انا حلال، ما متندم على اي فلس اعطيتهم اياه. كتل ضرب شلاليق راجديات لعبوبيه طوبه. بس وقف ذولي، لا سبوني لا سبوا عمامي لا هانوني. ويلكم لكم مخانيث، اليوم العب بكم طوبه. راح بكم مره ثانيه. هواي استفسارات جتنا عن عدد الحلقات المتبقيه من ولايه بطيخ. احنا كنا نعرف انه الموسم الرمضاني على الابواب، يعني احنا عندنا بعد هذه الحلقه 3 حلقات وراح نتوقف، وراها يبدي الموسم الرمضاني، وبعد الموسم الرمضاني راح يرجع ولايه بطيخ بموسم جديد. احنا نعرف انه الجمهور راح يستمتع ببرامج رمضان، لان دائما موسم رمضاني موسم به الكثير من الاعمال، الاعمال المميزه خاصه بالعراق. قائمه الاعمال بالعراق هي قائمه طويله جدا، هي برامج الاسامه واوس الشرقي والكاميرا الخفيه وبس. اسامه واوس راح يقدمون ابداع، فن حقيقي، متعه حقيقيه، والكاميرا الخفيه كاميرا خفيه. حيدور الذهب والله. برامج الكاميرا الخفيه بالعراق برامج متقنه، مصنوعه، رصينه، يعني هم لو يجيبون مشهور يسوون بالكاميرا الخفيه، لو يجيبون مشهور يسوون بالكاميرا الخفيه. ومرات كل سنتين ثلاثه هيك يعني يجيبون مشهور يسوون بالكاميرا الخفيه. وكل الاسماء اللي قلناها مستحيل مشهور بالعراق يوقع بالكاميرا الخفية مرتين. روح دور اليوتيوب على راحتك، خذ راحتك. امشي امشي، روح للمدير، امشي امشي، هذا مقلب وليمة. الله ياخذكم تلعن. رضا 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 مقلب. شنو مقلب وليمة؟ مقلب رضا على المقلب حطوله. رضا رضا يا عظم وخر، يا عظم وخر. سوى تحت المشكلة كرار في هذا الموضوع. كرار ايش بيك؟ مقلب وليمة هاتي. لا قعدت معك يا باوع جريتك وصراحة لك، لانه انت صديقي واخويا. زين قولي انه انت صديقي واخويا. لك اسف كرار. وانت شو بسرعة يا برحة دورت على كيفك؟ هذه حالة نادرة صارت، يعني تصير. شلون الامراض النادرة؟ يعني مثل النكاف يصير بالمليون واحد. يعني اشتك عليهم. يلا امشي ميلاده، امشي 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 ميلاده، امشي امشي ميلاده. هذا مقلب وليمه. ابد ما نتقشمر، خلي يكون ببالكم. اخاف تقشمرنا هسه. باوع شفت مستحيل يتكرر.
كاظم مدلل حسين فهمي وين كنت حكي؟ كنت ضيف البرنامج طحت بيها، استريحي طحت بيها بعد، استريحي استريحي. شخص يوقع بمقلب ممكن، بنفس السنة يوقع بمقلبين جائز، بس مستحيل يوقع بثلاثة. لا ترى أقوم أشقهن والله مستحيل، لا استأقول لك بس اثنين ما تصير. لا لا مو مناسب، تعال فلان امشي ليش، هذا مقلب وقلب وليمة، مقلب وليمة. وهاي كاميرا خفية وعيب عليك، أمانك بربيني كلها سلمتيني بالمدينة كليها قاضي مدلل عارف أصلها. كنت ضيف في البرنامج طحت بيها من حقها عمي، حقها توقع ثلاث مرات، كاميرا خفية متقنة، دا تشوفون شغل المكياج. أتحداك إذا عرفت هذا كاظم مدلل منه الله يخليك. هو في أنتم شلون أنا سوري شوية بشوفه التنكر على الدور. ولا واحد عرفني. ها شباب عرفتوني؟ لا 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 هسه لا 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 منو عرفتوني؟ لا هاي شنو؟ دا نلعب عمي، دا نتنكر احنا هسه 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 عرفتوني؟ انا فاضل علاوي او ما تنلعب عمي، حق العالم حق العالم، ما تعرف تنكر تنكر دا تتعب ونظارات وبلاستر. بس تدرون شنو؟ تريدون الصدق؟ الشعب العراقي فعلا يحب الكاميرا الخفيه. هذا البرنامج دا يمشي عليه صار له سنين، كل اربع سنين يروح وينصبون عليهم بالكاميرا الخفيه، يوعدوهم ويسوون بهم فد مقلب كلش حلو، ويرجعون بعد اربع سنين يلعبون بنفس الكاميرا الخفيه ويختارون نفس السياسيين. شعب يعشق الكاميرا الخفيه، لازم كل اربع سنين يلعب هاي اللعبه، لازم يصير عليه هذا المقلب. نشوفكم على خير بالحلقه الجايه في مالا. للجنان اليوم احرق السنان، لك يلعب دمبله بفلوسي، لك اليوم احرق السنان والله احرق اليوم. شوف هاي الغبره، لك انا وين احكي وانت وين تحكين؟ هسه وقت ريوق اشتعلوا الخطار، اي والله اشتعلوا الخطار. احكي شو اجيب؟ قشطه ايرانيه، جبن من هذا الاماراتي، مربى كويتيه، وعيش لبناني. لك هذا ريوق له تصفيات امم اسيا الخاطر الله، لك كان اتلقاها منك من اخوك. لا الله خالقني الارمله السوداء ولا هاي العيشه. يلا ولي ولي خلي اشوف هذا وين صار. استغفر الله سنان، استغفر الله سنان. لك تلعب دمبله بفلوسي، لك بجدي بتعب العمر، لك ليش ليش؟ اقول لك انا ما ماخذ منك، ماخذ من جنان. وجنان بتقال مكتوم لك، غير انا اطيها مصرف، غير انا ادق من الصبح لليل واصرف عليها. لك هسه الفلوس عمي فدوه، لك انت طالب صف سادس علمي، ينتظرك مستقبل يخبل، يعني انت ما تفكر بالمعدل؟ 60 لك 60 وين يطببك؟ لا صراحه 60 انت مالك علاقه. لك بابا انت ايش قد عار؟ لك عايف دراستك وجاي هنا شنو؟ بس فهمني شنو؟ ابو نسب انا ما حد يحس بيه. احكي لي معاناتك نور الزين، ليش ما حد يحس بيك؟ شبيك؟ جسمي ما جاي يصعد بالحديد، روح شوف جسم فهد شلون صار. اويلي يابا اويلي، شلون مصيبه هاي؟ جسمه ما يصعد يابا، شلون يداوم كليه وجسمه مصاعد حديد؟ لك شلون شلون يكون مستقبله؟ بس تعرف اكو امل، شو تسوي؟ اجل هاي السنه وظل تمرن حديد تمرن حديد الى ان يصعد جسمك وداوم سنه تجي. مو بس هاي ابو نسب، انا ما حد يحترمني، ما حد يعلق لي بالفيس، كتبت سنان الاعلامي ما حد علق لي، كتبت سنان الشاعر ما حد علق لي، كتبت سنان المحترم ما حد يحترمني ويعلق. طبعا حسيت انا بهاي الفترة الأخيرة اللي مريت انت بيها، أنا حسيت اكو كارثة، من شفتك ما تحط جل شعرك قلت هاي أكيد اكو كارثة أكيد. أول مصيبة برشلونة من خسروا وحطوني بموقف صعب. حقكني مار حقك، إنه بنت انفردت والملامة كلها عليك، الصحافة من يعوفك بحالك؟ طبعا بيك راشدي. لك انت شعليك ببرشلونة؟ ابوك صار الاسبوع نايم بالمستشفى، انت ما رحت له، شو لقلت موقف صعب؟ لقلت هاي؟ لك انت غير عار، شعليك ببرشلونة؟ ابو نسب
صديقي ضلعي زعل علي وهددني. اكيد راح يطلع الصواريخ النوويه، وانت ايش راح تسوي؟ راح تحرك له حاملات الطائرات. بالله على شنو اختلفتوا كيم جونغ وترامب؟ على شنو؟ اقول لك تشارجر مو خو سياره. لك انت باله ما تفاهه، لك ايش وقت تحس على روحك؟ لك انت تدري قد عمرك؟ 20. يمتى 20؟ لك لا صحة و20 انت تطلع منها. ويلا باع هذا العار، بالله ايش تحكوا وياه؟ لك قوم. دقف يا معود، بعد رقم اقوم بالمتراكم. لك اقول لك قوم قدامي، قول لي متراكم، خرب حظ المتراكم، قوم. لك بابا اذا افوز اخذ 11 مليون. ايش قد هو الرقم؟